صباح الخير او مساء الخير على حسب هتشوفوا الفيديو ده امتى. لو انتم مهتمين بكتاب بيتكلم عن ازاي تدخل اي مناقشات وتبقى الوينر فيها، وازاي تتناقش افكارك وتطرحها وتخليها محل ثقة ومحل تقدير، يبقى الفيديو ده علشانك. هات كده كوباية القهوة بتاعتك او كوباية الشاي او التمر بقى لو انت بتشوفه في رمضان، ويلا بينا نبدأ الفيديو ده عن كتاب اللي معانا ده. اول حاجة عايزه اقول ان الكتاب ده بيقع في يعني في الجزء اللي له علاقه بالاهتمامات لتنميه المهارات والسوفت سكيلز وكده. ده مش النطاق الامثل اللي انا ممكن اكون بتكلم عنه بتفصيل، لكن انا كتاب قريته وطلعت منه نوتس كتير، فده خلاني عايزه اشاركها معاكم هنا. وتمام، وكمان لان يعني انا شايفه ان المهارات هي جزء مهم، وان الكتب ممكن برضو تديها لك بس تطبقها في الاصلح او من خلال الشغل، هو ده اللي هيعلمنا المهارات دي. لكن الكتب او النوتس دي بتحتاج ان هي تفكرنا من وقت للتاني وتدينا تنبيهات وتنظم لنا الاتجاهات المختلفه في تنميه مهاره معينه. اول حاجه، انت لما اي حد بيواجه مشكله، تعالوا بقى نبدا الاول ونتكلم عن الكتاب جيت انتو ياس ونبدا فيه ونتكلم ان انت لما بتكون انت عايز تفاوض او انت عايز تحل حاجه، يبقى انت معاك مشكله، انت عندك مشكله، يعني انت عندك مسألة ما عايز تحلها أو مسألة ما عايز يعني تقوم بدور إن أنت تتخلص أو تنتج قرار فيها وتطلع منها كسبان. عموما يعني الناس لما بتتعامل مع المشكلات، في ناس بتتعامل معاها بالطريقه السوفت اللي هو ان انت بتتواصل بطريقه لبقه وبتحاول تكون يعني تكسب الطرف التاني بان انت تخليه مثلا صديقك، او ان انت لو بتتعامل مع حد قريبك بتحاول تخلي التعامل ما بينكم بشكل يعني سلس ومرن، او يعني مش بتكون بتحاول تستخدم اساليب صريحه، ودايما بتحاول تخلي الطرف الثاني يعني ما تدخلش بطريقه اشتباك مع الطرف الثاني مباشره. وفي الطريقه الهارد او الطريقه اللي هي الصلبه، ان انت بتعتبر يعني بتعتبر الطرف اللي قدامك ده هو عدوك، وبالتالي انت هتكون بتقول ان واحد واحد بيساوي اتنين، وبتقول له كده في وشه علشان في المشكله دي. تمام، طبعا احنا المشكلات ديت او احنا الازمات دي احنا بنعتبرها من اصغر ازمه في حياتنا اليوميه. لو انت مثلا بتشتري لابتوب واتكسر منك لاكبر حاجه في حياتنا، زي مثلا اتفاقيات كامب ديفيد، فكتاب اساسا كان بيتناول اتفاقيات كامب ديفيد والتفاوضات ما بين مصر واسرائيل. فيعني الكتاب بيتناول كل حاجه، مش هو طبعا ما فصلش فيها، لكن هو يعني التفاوضات دي من اصغر حاجه لاكبر حاجه. لكن هو طبعا بيتكلم عن نيجوشيشن في اطار يعني فعلا شركات وبزنس واتفاقيات دوليه، لكن انت ممكن تمشيها على حياتك الضيقه عادي. في بقى النوع الثالث، وده النوع اللي هو الكاتب بيحاول يرسخه فينا ان احنا ازاي نعمله، اللي هو البرنسبل، وده اللي هو يعني انت بتجمع ما بين السوفت والهارد، او انت بتكون في منطقه وسط، او انت ولا بتكون سوفت والهارد. لان ساعات في بعض المشكلات او بعض المواقف ما ينفعش مع السوفت، زي مثلا لو انت بتتعامل مع اسرائيل، لان اسرائيل مش فريندز ولا هم ريلاتيفز ولا هم اقارب، ولا هم برضو انت وانت مش بتتعامل معاهم بمنطق برضو بنفس الكلام الهارد لو انت في نيجوشيشن مثلا في القرار. لكن في بقى الطرف التالت بقى، اللي هو انت طبعا دوت مع فرق التشبيه يعني، فخلينا نكون في السيف سايد، ونشبه التشبيهات تكون برضو منطقيه، علشان احنا بالنسبه لنا كمستمعين السؤال هي دايما في الطرف اللي هو الاعداء، لكن انت ممكن تكون حد اساسا بالنسبه لك عدو، لكن انت بتتعامل معاه بطريقه البرنسبل. وهي البرنسبل ديت يعني ايه؟ انت بتحاول بتحط الناس في طريقه اللي هو بتفصل الناس عن المشكله. يعني بمعنى ايه؟ انت بتحط المشكله وتحاول تفصلها وتفصلها وتفصصها كده، وبتفصلها عن الاشخاص، وبتحط بتركز اهتماماتك، بتركز على الاهتمامات اللي انت عايز تطلع بيها، ومش على موقع الناس. يعني مثلا مش بتركز على البوزيشنز بتاعتهم، ده مدير سوق يبقى هتعمل معاه بالطريقه دي، او دوت هكذا فهتعمل معاه بالطريقه دي. لا، انت بتركز على الاهتمامات اللي هي ممكن تكون يطلع بيها كل طرف من النيجوشيشن دي كسبان، وبالتالي يخضع لقراراتك دي او يتفاوض معاك فيها. بتبص للمكاسب المشتركه اللي هي الوين وين سيتويشنز مش الزيرو جيم، فبتبص للطريقه اللي هي انت ازاي تطلع مكاسب لكل طرف، بتحاول تستخدم قدر الامكان معايير موضوعيه وليس عاطفيه علشان او منطقيه، علشان تكون قادر ان انت تنجز بيها في النيجوشيشن بتاعتك. طيب دي كده البرنسبل، ان انت يعني بتعمل الاربع حاجات اللي انا قلت عليها دي. تمام، ايه بقى الطريقه او الميثود اللي ممكن اعملها واستخدمها علشان يعني اطبق الطريقه البرنسبل ديت؟ اول حاجه، انت لما بتعمل حاجه زي كده، انت بتعمل يعني انت لما بتحل اي مشكله، انت لما بتدخل في اي نيجوشيشن، لازم تكون احنا عارفين ان احنا بنتعامل مع بشر. طبعا ديت الحته الجزئيه ديت يعني ايه،
دايما بيقولوا عليها لا دي بتختلف من مكان لمكان، وان احنا عندنا في شعوبنا هنا في المنطقه مثلا ناس عاطفيه اكتر. الكتاب ده مكتوب في يعني مكتوب في دول اجنبيه غربيه، مش مكتوب خالص في المنطقه، وهو بيصر على النقطه دي اكتر من مره، تمام. ومع صراحه الاطراف الغربيه ان هي دايما بتتكلم ان هي بتتكلم بالعقل اكتر، وان هم عندهم 1+1=2، وان هم يعني ناس محدده جدا بتتعامل بالمنطق. لكن هو الكاتب بيصر ان انت لازم تعرف ان انت بتتعامل مع البشر في اي مكان، فالبشر يعني في مشاعر، يعني في سلوكيات، يعني في رفض، يعني في اختيارات لكل طرف، وبالتالي انت عايز تحط نفسك مكانه مكانهم، يعني يعني بوت يور سيلف انت شوز شويه علشان برضو تكون ايه قادر تستوعب ان في بعض الامور مش هتكون مناسبه ليهم لكن هي مناسبه ليه، فانت عايز تكون يعني بتكستمايز اي حاجه او سولوشن بناء على التفضيلات اللي كنتوا الاثنين علشان حتى تبداوا نيجوشيشن اساسا. وتمام. تالت حاجه انت بتحاول بتناقش المعتقدات او البليفز عند كل طرف علشان تعرف هم، عشان تعرف ان اللي انت متخيله عنهم هو دوت اللي هم اللي في عقلك هم اللي عندهم، فبتحاول تعمل زي برين ستورمينج سيشن او كده علشان تعرف برضو البرسبشنز او البليفز اللي عندهم قبل ما تبدا النيجوشيشن، تمام. وانت بتعمل كده انت بتحاول تسجل الملاحظات وبتدور على الفرص في اللي بيقولوه في افكارهم وفي افتراضاتهم، تمام. وحاول وانت بتختار المطالب او انت بتحط المطالب دي ان هي ما تكونش متعارضه مع ثقافه ولا قيم الطرف الاخر. فانت مثلا مش هتيجي عندي هنا في المنطقه وتقول لي مثلا انا عايز احط على طاوله المفاوضات دي مثلا الشواذ يبقوا مثلا واخدين حقوقهم كامله. انت من هنا من البدايه انت بتقفل معايا خط النقاش، لان انا مثلا كدوله سواء صانع قرار او مؤسسه هي الناس عموما بترفض الفكره دي، فانت عشان تحطها في المجتمع انت هترفض، يعني المجتمع هيواجهها بالرفض، فبالتالي ده هيكون ضغط على الشخص اللي اتخذ القرار، فهو من الاول هيكون رفضه اساسا حتى لو هو متقبله ذاته، لكن هو بيكون رفضه لان هو ده بمثابه اختلاف او تعارض تماما مع القيم بتاعت المجتمع ده. فانت حط المطالب بتاعتك او اتكلم بمطالب تكون متسقه مع قيم الطرف الاخر برضه، وانت بتتكلم ان انت تفهم ايه نقاط القلق او التوتر اللي عندهم اللي دايما هم بيطرحوها، عشان ديت هي النقاط اللي انت يعني برضه ما تقربش منها علشان دي هم قلقانين بيها. وبرضه الجزء اللي ليه علاقه بالقيم برضه اهتم بالهويه، واهتم بهويه كل طرف وحطها في اعتبارك، تمام. واعترف بالمشاعر وقدرها والعواطف، وما تعتبرش ان العواطف دي شيء ثانوي او فرعي، لا يعني العواطف والمشاعر دي جزء من عمليه التفاوض ايا ما كان بيقال عكس ذلك، تمام. وانت ديت في جزء يعني ده جزء العواطف او انت بتفهم الشخص الاخر. وانت بقى بتتواصل او انت بتعمل معاهم كوميونيكيشن لو انتوا في سيشن او سيشن يعني 1 تو 1 او سيشن جروبس، حاول ان انت تكون في التواصل بتاعك ان انت بتستمع بدقه للي بيقولوه، فانت هتشغل مهارات الليسننج سكيلز بتاعتك بقى وحاول تسجل نوتس و يعني اتكلم علشان تفهم هم برضو عايزين منك ايه، وعشان يعرفوا انت عايز منهم ايه. ولما تيجي تتكلم عن نفسك اتكلم اللي يخصك بس، ما تتكلمش اللي يخصهم، فما تتكلمش بلسانهم، اتكلم وحط يعني مطبق على طاولة الحوار، وما تتكلمش بلسان حد يعني تاني، وتكلم عن الهدف، يعني ما تتكلمش عن بقى حاجات فرعية، تحدث عن الهدف. علشان نفهم اي حاجة لازم نعرف ان سواء فرد او مجموعة او دولة بيسعوا تجاه اربع اساسيات في هذه الحياة، بيزكس في الحياة بتاعتهم لازم بيتجه لها اي انسان او بيكون بيعيش عشانها، او هي اللي بتدفعه ان هو دايما يطور من نفسه، او ان هو يكون نسخة افضل، او ان هو يكون فرد افضل. في اربع عناصر هم اللي بيحركوا اي انسان او حتى مجموعة او حتى دولة، احنا ممكن نقيسها على مستوى الدولة، وهي انه يكون في حالة امن او يشعر بالامن. تاني حاجة الرخاء الاقتصادي، او خلينا نقولها الايكونوميك والبينج، فهي الامان الاقتصادي، ان هو يشعر دائما ان هو بيحقق حالة الامان الاقتصادي. وثالث حاجة ان هو بيكون بيشعر بالابريشيشن او حالة من الاحترام والتقدير في ما يقوم به، تمام، او الريكوجنيشن. وكمان رابع حاجة يعني ديت احنا لو فكرنا فيها حتى اساسا لاي انسان هنلاقي ان ديت هي اللي بتحرك الناس عموما يعني حوالينا، او بتحرك الدول حتى امنها الخارجي. رابع حاجة هي الحفاظ على حياة الفرد، بمعنى ان هو يعني مرتبطة شوية بالعنصر الاول اللي هو علاقة بالامن، اللي هي ليها علاقة بان هو يعني حياته المعيشة، ان هو يكون الايف عايش حي. فالعناصر دي هي البيزكس، هو طبعا الكتاب يعني ديت شرح الكاتب قاله يعني، فيعني هو عاد النقطة دي تاني على عكس الأولى، تقريبا هو كان بيقصد الأولى اللي هي الأمن سايكولوجيكلي، وتقريبا بيقصد الأمن الرابعة اللي هي
الحياة بمعنى الحياة، ان هو يكون ما بيموتش يعني ما يتقتلش او كده، سواء مثلا صحيا او يعني امنيا. فخلينا ما نخش في تفاصيل، لكن ده اللي فهمته من الكاتب. لازم وانت بتتفاوض انت داخل ايه تفاوض، تكون بتحط الاربع عناصر دي قدامك علشان اي تفاوض مش ما تخرجش عنده العناصر دي. تمام. انت علشان تعمل الحاجات دي، الكاتب قال في حاجة اسمها اهتمامات عند كل واحد، لازم انت بتكون عارفها. وانت عندك اهتمامات، فانت لما تيجي تتكلم عن اهتماماتك خليها واضحة وظاهرة، ويعني اعترف واعرف اهتماماتهم. تمام. وحط المشكلة قدام الناس قبل ما تقول الإجابة بتاعتك، وخليك صلب ومحدد لكن مرن. انت بتكون صلب، لما بتكون صلب بتكون صلب على المشكلة مش على الناس، فبتحاول دايما تركز ان انت محدد او صلب على اساس المشكلة مش على اساس الناس، وانت بتوضح اهتماماتك. تمام. وانت بتحط الاهتمامات دي وبتحاول تقول او افكارك بتقولها للمكسب المشترك، وبتكون عمال تقولها للمكسب المشترك. تمام. ويعني لازم يكون عندك كده اعتقاد ان انت لما بتحل مشكلتك هي مشكلة بتحل مشكلتهم، وان انت بتكون مش بتسعى للاجابة او لحل منفرد. لكن انت عشان تعمل كل ده انت لازم بيكون عندك حاجة ليها علاقة بانت ازاي هتعرف اساسا افكارهم واتجاهاتهم واهدافهم ومعتقداتهم واهتماماتهم، الا لما يكون عندك يعني ممكن نقول جلسة حوار معاهم. فانت عشان تكون عندك جلسة حوار او فهم اكتر للطرف المخالف او الطرف المناقض ليك او المتفاوض معاه، لازم بتعمل حاجة هو قال لازم بتعمل برين ستورمينج سيشنز. والبرين ستورمينج سيشنز ديت هو قال ان هي لازم تتعمل بأدق طريقة علشان تطلع ليها فحوى او جدوى بعد انتهائها. فانت لازم ستورمينج واثناء البرين ستورمينج وبعد البرين ستورمينج، فهو كده قسمها لثلاث حاجات لازم في كل حاله انت بتكون عارفها. قبل البرين ستورمينج انت بتعرف ايه هدفك بشكل محدد وواضح، وبتختار الناس اللي هتشارك في جلسه البرين ستورمينج دي من طرفك او من طرفهم، بحيث انه يكون برين ستورمينج مجدي. طبعا ممكن حد يقول لي طب ازاي يعني تختار من طرفهم، انت في الغالب انتم يعني هو الطرف الثاني بيختار، وانت برضو ممكن تكون انت اللي بتطلب ان انت تعمل جلسات مع جروبز، انت اللي بتروح تسال مثلا المكان وتقول لهم احنا عايزين نعمل مثلا جلسه وعايزين نتكلم مع كذا كذا. تمام. غير البيئه. هو الكاتب لما جه فصل في النقطه ديت قال ان انت مثلا ما تروحش تعملها في شركتهم ولا شركتك، ولا تروح تعملها في مكان فورمال، روح مثلا في حديقه او مكان يكون فريش، مكان يكون يعني ليس فورمال، بحيث ان انتوا لما تيجي تعملوا حوارات مع بعض يعني دوت يقلل حده يعني الصدام، او يكون منفذ اكتر ليكم، وكمان ده بيزود الاواصر او التواصل مع الطرف الاخر. تمام. ده اللي ليه برضه علاقه بالنقطه الرابعه اللي هو تصميم بيئه غير رسميه. تمام. انت عشان تعمل برضه الجلسه دي لازم بتخلي واحد، بتختار واحد يكون فاسيليتيتر او ميسر او منسق او منظم للجلسه دي، بحيث ان هو يكون بينظمها للطرفين وبينسقها. والميسر ده لازم تختاره بدقه، هو اللي بيحدد مجرى الحديث وبيحدد الحديث يروح من الطرف ده للطرف ده، وبيحدد يختار اطراف ما بتدخلتش في الحوار تقول طرحها. فبيخلي الحوار ماشي بطريقه متوازنه، وبيكون يعني مثمر بعد انتهائه علشان يطلع باقصى يعني فايده ممكنه من الجلسه دي. تمام. خلال بقى البرين ستورمنج يعني الجلسات اللي انت بتعملها في العصف الذهني، انت يعني في كده حاجات نفسية او في حاجات ذهنية انت بتكون حريص عليها قدر الامكان. تمام. ودي بتأثر جدا زي كده ما كان بيقول، هي في الاساس حاجات نفسية، ان انت بتخلي المشاركين جنب بعض. تمام. لان يعني الفيزيكال اتاتشمنت ده بيقوي التواصل النفسي، بمعنى ان التلامس او التقارب الجسدي ده بيقوي التواصل النفسي. فانت مثلا ما تقعدش مثلا فريق ضد فريق، او تقعدهم يعني عارفين احنا بكره بحط صوره، عارفين احنا الجلسات اللي هي الجلسات اللي بتكون مثلا بتخلي الناس مثلا في قاعه كبيره، في كل قاعه قاعدين ورا بعض محدش شايف التاني. لا، انت قاعدهم مثلا في سيركلز مثلا، بحيث ان كل طرف يكون شايف التاني قدامه ويكون قريب من الطرف التاني جسديا. ده بيقلل حاله التوتر وبيزيد التواصل نفسيا. تمام. قبل ما تبدا تخلي الميسر او اللي هيقول قواعد الجلسه واللعبه كما سجل يجب ان تسير. فمثلا تقول تسال كل واحد ايه اللي المفروض نعمله في الجلسه دي وايه اللي مش المفروض نعمله. وتمام. وكمان يعني برضو تطلب منهم ايه اللي ما يجبش التحدث فيه وايه اللي يجب التحدث فيه، ايه اللي مثلا لو تم التحدث فيه يتم الغائه، بحيث ان انت من الاول تكون حاطين قواعد للجلسه علشان الموضوع ما يكونش مفتوح خالص. تمام. والقاعده ان مفيش حد بينتقد حد،
ونو كريتيسيزم، بمعنى ان في اي جلسه اساسا فاسيليتيشن او كده او برين ستورمنج، انتوا بتحاولوا تقولوا للناس ان كل الافكار مطروحه، لان دي جلسه برين ستورمنج او عصف ذهني، كل الناس مطروح ان هي تقول فيها اللي هي عايزاه، فمش مسموح ان حد يوقف او يحجر على راي حد ما دام ان هو طرح عادي في جلسه لسه عصف ذهني، فمحدش ينتقد اي راي، وكل الناس تقول ارائها بدون مثلا حد اي وجهه نظر. ودي قاعده، دي قاعده اساسيه اساسا في اي جلسه برين ستورمنج. وانت بتسمع الافكار لازم حد يكون بيسجل كل الافكار، او انت بتسجل كل الافكار، ولازم وانت بتسجل الافكار دي تسجلها بطريقه ان الناس تكون شايفاها. بمعنى ايه؟ يعني مثلا تكون في مثلا وايت بورد مثلا، وعليها ومعاك مثلا بن، وانت عمال تكتب الافكار اللي بتتقال دي، بحيث ان في اخر الجلسه، احنا ممكن حتى وانا بتكلم دلوقتي الناس تكون استوعبت ده مثلا في احد الاجتماعات او حاجه، بحيث ان في اخر الاجتماع انت تبقى عارف ان الكلام اللي اتقال ده يعني كلام ليه علاقه ب يعني نقطة اتقالت قبل كده فما تكررهاش، تمام؟ أو أنت بتقلل النقد، لأن الكلام لما بيتكتب الناس يعني بتحاول بتقلل نقدها شوية للشخص، وكمان بتحفز الناس إن هي تطرح أفكار تانية عشان تنكتب، وكمان بتشجع الكتابة مع الكلام، بتشجع التفكير أكتر. دي ممكن تستخدمها مثلا في طريقة كروت يعني ستيكرز كده أو نوتس، أو تلزقها على الوايت بورد، أو بتكتب بالوايت بورد. ولازم دي الأفكار دي وأنت بتلزقها يعني ما تحطش كاردز مثلا على التيبل، بتحطها على البورد بحيث الناس كلها تكون شايفاها، تمام؟ بعد كده انت بتحاول تعمل بقى زي مثلا جروبنج بقى للافكار ديت، وبتحط اهم الافكار وتصوت عليها، او مثلا تتناقش اهم الافكار دي وتحطها مع بعضها، وبتسال الناس يعني انت وانت بتعمل كده بتسال الناس شايفين دي ايه، شايفين دي ايه، وازاي ممكن كل فكره مثلا من دي تكون بذل فكره افضل. وسيب وقت، سيب وقت الناس تتكلم في وقت الافكار دي عشان تقيم الافكار وتقرر وتوسع الاختيارات بتاعتهم، تمام؟ طيب احنا كده اتكلمنا على النقاط اللي علاقه بالتواصل النفسي، الجلسات، البرين ستورمنج، تمام. انت بقى وانت بتختار وبتتفاوض، انت هتركز ان انت هتكون شخص موضوعي، ان انت بتركز على ان انت توصل لقرار موضوعي وقرار منصف واتفاق حكيم بيرضي كل الاطراف، باجراءات عادله، بتفاوض عادل، بخطوات على سلم التفاوض عادله، تمام. لكن في ساعات مثلا الموضوع مش بيكون كل مره يعني بالدايركت ده كده، ولا بيكون برضو الخط مستقيم بالشكل ده، فانت محتاج ان انت يعني تفهم بقى الطرف الاخر بتاعك، وتفهم هو مثلا في موقف ممكن يكون يحصل قدامك لو الشخص التاني المقابل هو يعني اقوى منك، تمام. انت هنا اقوى منك بقى، سواء مثلا دول يبقى اقوى منك عسكريا، او مثلا اقوى مثلا جسديا في تفاوض، او اقوى اقتصاديا مثلا لو احنا بنتكلم يعني في شركات او كده او وهكذا. فاحنا بنتكلم هنا ان انت هتركز على المبادئ اكتر من اي شيء تاني، هتحط انت هتكسب الجلسه بجلسه المبادئ، ان انت دايما بتركز مثلا على قيمك، بتحاول تقول تتكلم بلغه المبادئ مش باللغه اللي هي مصدر قوته، تمام. انت برضو بتحاول تتكلم ان انت بتتكلم على البرنسبل نيجوشيشن، وان انت ازاي تكون يعني شخص عادل في الحوار ده، تمام. لو انت برضو دي لو حالته مؤقته، لو الطرف التاني بيستخدم اساليب مثلا قذره او بيستخدم ديرتي تريكس يعني، انت هتستخدم برضو نفس الاساليب عادي، بتستخدم البرنسبل نيجوشيشن، مش هتخليه ولا عدوك ولا هتخليه صديقك، انت بتخليه كده بتستخدم ان انت بتحط قواعد، والقواعد دي عايز الكل يمشي عليها، تمام. هما مثلا بيستخدموا اساليب قذره دي زي ايه؟ زي مثلا ان هما بيحطوا مطالب مستحيله، ان هما مثلا بيرفضوا اساسا يجلسوا على جلسه الحوار من الاول، تمام. ان هو بيضايقك في التفاوض، او يعني بيعمل تاخير في الجلسات مثلا، او مش بيحضر، او بيسوف كتير، تمام. انت لازم تكون فاهم ده، ولازم تكون انت بتصر ان انت هتستخدم الاساليب اللي هي، ولازم تكون انت عارف وانت بتتفاوض ان انت شخص انت بتلعب، فانت لازم تكون مستعد ان انت تلعب اللعبه. يعني كده كان بيقول كده في مثال في الاخر او نقطه في الاخر، انت مش هتعرف ان انت هتعرف تلعب ولا لا، او ولا مش هتعرف انت شخص شاطر في الزواج ولا لا، ولا الزواج ده هيبقى سعيد ولا لا، غير لما تتحط في قلب الموقف ده، تمام. مش في البدايه، لكن انت بتحط في، لكن انت علشان تخلي الزواج ده سعيد انت بتحط له قواعد، وبتحاول تتفق معاه مع الطرف الاخر عشان تخليه سعيد بقدر الامكان علشان تفوز فيه. فنفس الكلام برضه ممكن نعمله على التفاوضات، انت بتحط في التفاوضات اتفاق، انت مش عارف من الاول هو هينجح ولا لا، بس انت بتحط اتفاق، بتحاول تمشي على كل الخطوات علشان في الاخر انت تنتهي بيك الامر ان ده يكون اتفاق او تفاوض ناجح.
بعد ان انت عملت ايه اللي عليك. يعني ده كان الكتاب بتاع جيت انتو يس. هو كتاب في الاساس بيتكلم على نيجوشيشنز سكيلز وعلى النيجوشيشن من ابسط الطرق لاعلى الطرق. هو طبعا كان واضح من غرضه ان هو كان بيتكلم على حاجات ليها علاقه بمؤسسات كبيره، بس هو ممكن يسير على حياتنا اليوميه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى انكم تكونوا يعني اخدتوا كده ولا حتى نقطه حاجه عملت كده حبست الذهن على موضوع معين في حياتنا اليوميه. بشكركم شكرا جزيلا انكم سمعتوا الفيديو. قولوا لي هل انتوا قبل كده كنتوا تعرفوا حاجه من التريكس دي ولا لا؟ قولي لي برضو ايه التبس اللي بتطبقوها في حياتك اليوميه، وكمان قولي لي قريت الكتاب ده قبل كده ولا لا. واعتقد ان في كتب زيه قبل كده بتتناول الموضوع ده بطرق تانية. قولي برضو ايه الكتب اللي كنت انتوا قريتوها في تنميه المهارات، يعني كانت بتتكلم على نفس الموضوع ده علاقه بالتواصل مع الناس او النيجوشيشن او التفاوض. باي باي، ومتنسوش تشتركوا في القناه. سلام.